السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حيا الله الأحرار في المغرب الإسلامي، وحيا الله الأحرار في العالم العربي والإسلامي، وحيا الله الأحرار في كل العالم. كل إنسان حر، نسلم عليه ونحيوه، وشرفنا أن يكون أخونا وحبيبنا في الله. نبدأ ونترحموا على الجنود اللي طاحت بهم الطيارة. سمعت قالوا طاحت طيارة في أمبواقي على مدار لي زونفيرون تاع أمبواقي، وماتوا زوج، ربي يرحمهم ويلهم ذويهم الصبر اذا كان الخبر صحيح. جويهم باقي هذيك ما على باليش واش فيها، مغناطيس طياراتكم اللي تقعد ثم. والمشكل الطيارات تاعنا يعني احنا هكتو في الدوله الاقزيميه، دوله الخرده اللي داروها دوله الشيفون والخرده، حكومه العار، حكومه الخماج، جنرالات الخماج والعفن، الله اللي تربحكم. طيارات ولاو يطيحوا نورمال، تطلع طيح تطلع طيح، تحسبها لي جوي باش يقول لك عندنا سلاح وعندنا القوه، وكل مره يموتوا زوج اربعه 50 توصل 250 300 طيارات على الجيش تاعنا. الصفقات المشبوهه بيس دي طاش الفاسد يجيبوه ورمي برك، صح برك طياره واش يدير لها مسمار برك، خاصها بيس دي ركبنا اربطها بالسيلان، اربطها برك اربطها بالكابل تمشي تمشي. والبي جي رايح ولاد الجنرالات راهم يتنعمون به برا، ومازالوا قاعدين ثم وصحوا في وجوههم. الله اللي يتربحكم وسيدي، الله اللي يوفقكم. دماء هذو كل تلاحقكم باذن الله في الدنيا وفي الاخره، دماء اولادنا والله غير تلاحقكم في الدنيا وفي الاخره. هاد اولادنا اللي ولاو يموتوا ولا ماشي رايح للجيش، رايح للانتحار. الجيش مفخره كل شعوب الا عندنا احنا، ولا انتحار ولا عار. اولادنا ولاو يموتوا نورمال، لما ماتش بالجوع والذل يموت طيح به الطياره يتقلب به كامل وتفجر فيه بومبا اللي تصنعوها اصلا انتم. الله اللي يتربحكم، الله اللي تربحكم لا دنيا ولا اخره. مصيبه تديكم علينا والله العظيم، غير من نفسي انا احرار الجيش يتحركوا يديروا تصحيح مسار، ينحوا هذ الجنرالات ماكش حابين تقتلوهم خلوهم نجي نعدمهم لكم، قسم بالله غير نعدمهم. هاد الفساد اللي راهم دايرينه في المؤسسه العسكريه، وبعد شي شرك يقول لك الجيش تاعنا، الجيش الجزائري مش ولادك انت، ولاد الشعب يطححنا. ولادنا ولاو في كل فيراج يموتوا، في كل فيراج يموتوا. الحرب مازال ما بداتش والجنود يموتوا نورمال، غير من الخماش اللي راكم ديروا فيه نهب الاموال ونهب نهب الاموال ونهب الفساد اللي راكم مشينو في المؤسسه العسكريه. لي بيس دي طاش تجيبوا فيه فاسدين، طيارات رجاو مازالوا برك صحوا في وجوهكم، بعد جاي يقول لك الدوله اقليميه والدوله راه لاباس بها. الله اللي تربحكم، والله يرحم ولادنا مساكين وربي يصبر اهلهم ان شاء الله إذا كان الخبر صحيح. الله اللي يتربحكم يا وجوه الشر. بون البارح شفنا، ما حبيتش نهضر على هذا الموضوع بالديتاي، هضرنا غير الموضوع بصفة عامة، بصفة عامة هضرنا على زيارة أردوغان للجزائر. قلنا باللي مخابرات الخردة اللي كانوا يطلعوا يسبوا فيا ويقولوا لي تايا ديروا رئيسك روح لعند الترك مش عارف، وكان اللي يطيح لك بأمك وباباك. قلنا لهم يطححنا يا كنتو تسبوا في اردوغان وتقولوا عليه باللي ديكتاتوري ودمر سوريا، علاش سمحتوا انه يجي الجزائر؟ هضرنا عليه بصفه عامه، قال لك هضر بالديتاي. واش من ديتاي نهضر بها؟ واحد جايب الكلاب تاعو يبولهم عندك، يعني حاشا السامعين. الواحد كيخرج الكلاب واش يديروا؟ يخرجهم يخمجوا برا، خلاص جايبهم من ثم باش يخمجوا. واحد هز كلابو جاي بالكلاب تاعو سون ريسبي، لا احترام لا والو. انت كش مع عمرك انت قاعد في الدار، واحد جاي عنده بار اكزومبل مشكل معاك يهضر معاك، راه جاب الكلاب تاعو واش دخلك للدار؟ انت تدي كلبك وتروح عند الناس للدار؟ كي يكون عندك كلب تديه وتروح عند الناس للدار؟ مي تديش الا اللهم اذا كنت تستهدف هذاك الانسان ما عندكش احترام ليه اصلا، تجيب كلبك وتجي. ومن بعد هذه مش زياره، هذه مش زياره تبون للجزائر، هذه زياره الجزائر لتبون، الجزائر للترك، كل شيء بالتركيه، كل شيء، تلفزيون تركي والهضره تركيه، سما شغل رئيس المعفن مش رئيس، واش من رئيس؟ المعفن تاع تبون راح للترك. اسكو كي يروح للترك يدي معاه كلاب؟ والله يديروا ثم غير الصحافه تاع الجزائر ويهضروا غير بالجزائريه في الترك. بو احنا فاهمين بالتركيه يديروها في الترك. في الترك يديروها بالتركيه، بون نورمال. بصح مش في الجزائر بالتركيه. ها انا هضرنا عليها بالديتاي، ما على باليش الواحد حاجه ساعات كيشوف حاجه وجع قلبي يدور واش يدير هاك، ما يحبش يشوفها وما يوجعش قلبه. بصح خاوتنا قال لك هضر تسمى حابين نشوفها، انا شفنا وجعنا قلوبنا. ها رانا رخصنا رخصنا رخصونا تاع بصح رخصونا، احنا ما عندناش حكومه يا ودي، احنا ما عندناش حكومه.
ما عندنا والو، لا رئيس ولا حكومة، أقسم بالله لا شرعية لهم ولا حق عندهم أصلا، ما عندهم حتى حق، ما عندهم حتى شرعية، راها عصابة مغتصبة الجزائر. هادو دي كريمينال برك، دي كريمينال سراقين، نهبوا سرقوا تلموا سرقوا 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 سرقوا، خايفين يتحاسبوا قاعدين تم، ما يتنحاوش إلا اللهم تخلعهم كيما تخلع الضرسة، ما يتنحاوش هكذا بالطريفة سلمو، هادو يتخلعوا خلع بالقوة، يتنحاو بالقوة، يتنحاو بالقوة، لازم يتنحاو بالقوة. يا شرطة العار الله لا يتربحكم، يا شعب العار، يا شعب العار، يا الخماجين المعفنين، يا شعب الطحين، يا شرطة الطحين، عفوا ما نتكلمش على الشعب غلط، يا شرطة الطحين، يا شرطة الرخص والطحين، يا البوليسية الطحاحنة، ادخلوا لثم المرادية خرجوه ادوه للحبس، او مش رئيس راه ركبنا الرخص الله لا يتربح واديكم الكلاب، يا جدارمية العار ويا بوليس الطحين والرخص، يا الخماجة المعفنين ركبتوا لنا ذل، الله يذلكم في الدنيا وفي الآخرة أكثر من اللي راكم مذلولين، أنتم أصلا في الذل، الله يزيد يذلكم أكثر. وصل بنا الحال باش واحد يجي معاه كلاب ويجي، الكلاب ويجي، هذه دارها واحد اصبر اصبر، بصح ما داهاش لدولة واحدة أخرى، هذه كان رئيس دار كيما هكا، بصح ما داهاش، ما داهاش الكلاب تاعو مع الدولة الأخرى. هذه دارها بوتين تاع الروس، كي جات ميركل راحت لعندو تنفخ في روحها زعما الاتحاد الاوروبي، كي قعدت منهي في الكرسي وتقول مع باش الاتحاد الاوروبي دخلوا عليها كلب كبير قد هك، كلب قد هك من الكبار هذوك تاع الروس، دخل راح لعندها الكلب هذاك بقى واقف قدامها تكمشت ولا تك هك، تشوف مع الكلب وتشوف مع هذاك هك، الاتحاد الاوروبي قالها بالك تعاودي تشاركي في امك خليه يتعشى بيك، بصح في بلادو دارها، في بلادو سي باري تاع ذاك الكلب راح معاه لالمانيا ما يخلوش يدخل اصلا بالكلب، ما يخلوش الكلب يدخل ممنوع، جايب الكلب تاعك تحوس عندنا هنا بالكلب تاعك، جايب الكلب تاعك يخمش عندنا ول، قالك لا لا اردوغان موش مليح، يا ودي موش مليح اردوغان، مليح ولا موش مليح، اي مليح لبلادو، لبلادو احنا ما قلناكش حطوا رئيس عندنا، مليح لبلادو، دبر راسه راه يخدم في بلادو هو، يا الخماج اللي عندك انت هذاك الطحان الشيفون الرخيص وجه الشر، الله لا يتربحوا والله لا يوفقوا، اللهم ابطل سحر السحرة يا رب العالمين، خليه ينذلوا وينهانوا في الدنيا هذه، هذاك الطحان هذاك انت حاسبه رئيس ديرها رئيس ديه معاك لدارك وموتي، ما تحطهاش على الجزائر، الجزائر بلاد الرجال، ما لقيتو غير هذاك الشيفون حط، الله لا يتربح لقيت صالح المقبور، الله لا يرحمه راحوا خلانا البليه هذه، والله لا يتربحك يا شنقريح، الله يلعن والديك الكلاب، الله يلعنك لعن ويسخطك سخط، يا جنرالات العار والخماج الله لا يتربحكم، يا المعفنين رخصتونا الله يرخصكم، ذليتونا الله يذلكم، هنتو كرامتنا الله يهين كرامتكم ان شاء الله، ربي يدمركم باذن الله عز وجل. وصل بين الرخص والطحين لهالدرجه، واحد جاي يدير تعاقدات والله جايب الكلاب معاه وجاي، هذا هو الطحين اللي وصلتونا اليه الله يتربحكم. وتشوف لا سيكوريتي تاع القواطع تاعنا يجري واحد يجريك واحد يجريك بهليل تمهبيل، الرخص والطحين وصلتونا له الطحن، الرخص والطحين هذا الرخص والطحين اللي وصلتونا ليه يا ولاد الكلاب، علاش؟ لان الرجال والاحرار راهم في الحباس، حطيتهم في الحباس وقعدتوا وحكمتوا المرخص معاكم، يا المرخص الرجال الاحرار راهم في الحباس، الجنرال الاحرار راهم في الحباس ومستبعدين، يا في حاكم بيبليوتيك يا حاكم ما على باليش، حاكم البرم الماكله ما على باليش، وخماج راهم من فوق قاعدين زعما كونكولي سياسة عماتكم، سياسة عماتكم النجاسة والخساسة فيكم، والله لا يتربحكم، الطحين اللي تجرعوا لنا في الطحين قطرة قطرة الله لا يتربحكم، هذه هي الجزائر، هذه هي الجزائر اللي راك تقولوا باديسيين، انتم باديسيين، انتم باديسيين، بن باديس قاعد غير يلم، قسما بالله لو يرجع لحياته عاد يطلق عليكم، بالحرام غير يتف عليكم، قلة الرجولية فيكم يا المرخص يا الطحانة، قلة الرجولية والله ما فيكم شيء من الرجال. كان جيت فيك شيء من الرجال الله ما تقبلوا حاجة كيما هاك، يا المرخص خماج ومعفنين، لا إله إلا الله محمد رسول الله، الحمد لله طلقوا بعض الإخوة الناشطين وطلقوا بعض المعتقلين اللي كانوا حاكمينهم عندهم، قال لك شيا منعوا من السياسيين المساس بالوحدة الوطنية، راهم داروا المساس، روحوا دخلوا نعيمة فايح اللي كانت ماسة بالوحدة الوطنية. وهذاك الخمو الخامج هذاك تاع نسيت اسمه الله لا يتربحوا، ما عندوش حتى اسم كيما العباد،
ختال اللي كانوا يسبوا في القبائل ويحاولوا يقسموا الجزائر وينشروا في العنصريه، روحوا حاسبوهم هما. علاه راك مشيت تجيبوا الاحرار تقولها المساس بالوحده الوطنيه؟ عمرهم ما مسوا بالوحده الوطنيه يا ولاد الكلب، يا حثاله الزبل، اسقاط معنويات الجيش. الطياره اللي كل مره طياره طيح هذا يسقط معنويات الجيش، يعود يخاف يركب الطياره، يعود ما يحبش يركبها اصلا، عارفه تاع الموت. هذا هو اللي يسقط معنويات الجيش. كيشوفكم انتم مرخص مرخص، ما كبش على قد المسؤوليه. الجندي هذا كيفشل لانه هو عنده 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 عزيمه وعنده قدره وعنده قوه، قادر على كل شيء باذن الله. انتم اللي مرخص مقعدين وهذاك برك كورجتهم قاعدين في حياه الدنيا، لا دنيا لا اخره، والو، لا ماكله كي العباد، لا رقد كي العباد، لا سلاح كي العباد، لا طياره كي العباد، ولا راه قاعد يدير في الواجب تاعو كي العباد، والو، قاعد هكذاك برك محبوس. جيشه محبوس، جنود ولادنا محبوسين. الله اللي تربحكم، الله يلعنكم لعن. والله العظيم في هذيك اللحظات نتمنى لو الشعب كامل يصدم عليكم المراد، يخرج يجيفك هكا بيديه يجيفكم، ما كيجيفكم، لكم ما تستاهلوش تعيشوا معنا في دنيا واحده. الرخاص كيما نتوما والله ما تستاهلوا تكونوا معنا في دوله واحده. ما كمش ما تستاهلوش حتى تكونوا معنا في دنيا واحده. مش في دوله واحده، في دنيا، في دنيا ما نقبلكش تكون معايا في دنيا واحده. الله يحرقكم بقازا سيدي، الله اللي يتربحكم. حثاله الزبل. جبتونا العار والطحين. ولا رياسي رايسي جاي عندك بكلاب، جاي بجر كلاب تاعو وجاي، جاي بلا سيكريتي تاعو وجاي، موش مدير فيكم الامان لانكم عارفكم غدارين وخداعين، غدارين وخداعين، ايه غدارين وخداعين. معظم الشرفاء تاعنا قتلتوهم هكا، الناس العالم كامل يشوفوا انتم قتلتوهم نورمال، راكم بوضيف، ربي يرحمه مسكين. الاحرار كون راكم تسجنوا فيهم وتعاقبوا فيهم وتكموا لهم في الافواه بالقوه، شافكم لقاكم خماج ومعفنين، جاب كلاب تاعو جا، وجاب لا سيكريتي تاعو جا، وجاب الصحافه تاعو جا، موش مدير فيكم الثقه اصلا، انتم جاي تشاركوا على فمكم، جاي تحل المشكل تاع ليبيا طحان بالطحان، المشكل تاع ليبيا كان يتحل قبل 6 سنين 7 سنين، لو كان جات كاينه حكومه تاع رجال، معظمكم 106 خماج ومعفنين ومرخص، مرخص، ما تستقواو غير بالبوليسيه والجدارميه، الله لا يتربحكم يا البوليسيه، يا بوليسيه العار، ويا جدارميه الطحين. راني وليت نسب فيكم عيني عينك وخلي الشعب يسبكم لانكم نتوما رخاص، رضيتوا بالذل وتحبوا تحتموه علينا بالقوه. يا علماء العار اللي راكم راكبين على المنابر، الله لي تربحكم، الله لي تربحكم يا سفهاء يا تافهين، تطلعوا تكلموا غير على الوضوء، بطلنا الصلاه، اهضروا على حاجه تصلح، هضروا على البلاد، جاتكم الدنيا نتوما الاسلام غير الصلاه والصوام، الله لي تربحكم الوضوء وما علماش كيفاش تمسح رجليك. اخرجوا قولوا كلمه الحق يا ولاد الكلاب، اخرج على المنبر قول كلمة الحق. هذه المسؤولية تاعك أمام الله، والله غير تتحاسب عليها، والله لا تسأل عليها يوم القيامة، يا طحنة تتسألوا عليها يوم القيامة، قسما بالله تتسألوا، والله لا نحاسبوكم عليها يوم القيامة. المنابر هذيك ولات منابر مع البلش تاع واش؟ تاع وضوء وطهارة وصوم رمضان. أما البلاد رايحة للميل، رايحة للهاوية، ما كانش فيكم كلب قاعد يشرك على فمه، ما كانش فيكم كلب. ولا في واحد فيكم تحركت فيه الإنسانية، القرآن هذاك اللي في صدرك واش دير به؟ وش دير بيه؟ تتقوت منه؟ هذا ما كان كالخنازير، تاكلوا برك وترقدوا، تاكلوا وترقدوا برك كالخنازير، وليتوا كالخنازير، وليتوا كبني اسرائيل، تشوفوا الحق وتسكتوا، ضربت عليكم الذلة والمسكنة. لا اله الا الله محمد رسول الله. وشفت واحد الاخ الله يبارك فيه من الصحراء طلع دار فيديو وتكلم عليه، بارك الله فيك يا اخي، والله الله يجازيك بالخير. لا لا اهل الصحراء اخواتنا، لا غالب، والله العظيم اللي انتم فيه احنا فيه، يشهد ربي. لا الظلم والطغيان اللي ماسكم ماسنا احنا. لكن اهل الصحراء لازم تنوضوا كامل. كون نوضوا وخرجوا، خرجوا كل جمعه وكل نوضوا وخرجوا. عارف باللي كاين منبطحين، احنا ثاني عندنا منبطحين، راهم كاين منبطحين، ماشي اللي غير المنبطحين يزحفوا على بطونهم. يا ولاو كل عاهرة، العاهرة أشرف أشرف منهم، العاهرة ترقد على ظهرها وهم على كروشهم مبطحين. العاهرة أقسم بالله لا عندها كرامة ونيف، المرأة الفاجرة عندها كرامة ونيف، أقسم بالله لا أشرف من شي بعض الناس. عند سواء عندكم في الصحراء، سواء عندنا احنا في التل، سواء في العاصمة، سواء كاين ناس أقسم بالله لا العاهرة أشرف منه. العاهرة المرأة والله لا أشرف منه، عندها كرامة وعندها نيف. صح أنا بصح كي توصل قضية كرامة تقول لك لا أحبس الذم، هذيك هي توصل كلمة الحق تقول كلمة الحق ولو انها فاسدة، بس والله العظيم غير تقول كلمة الحق وتتقابض معك على كلمة الحق.
هادو مرخص بلانا بهم ربي في تاخر الزمان، حثالة الزبل. لا اله الا الله محمد رسول الله. درك بغاو يغوروها لنا الغاز الصخري، باش يبدلوا كاع المناج الغاز الصخري. الغاز الصخري مش راح يكون، يا قسما بالله تبيدوا الشعب كامل. اي والله نوضوها ثوره حرب. الغاز الصخري مش راح يكون، وتبوني يتنحوا هذه الحكومه وجنرالات العار والله غير يتنحوا باذن الله. تتنحوا تتنحوا بلادي بابك من خلب. شوف غير تزيدوا تغلظوا تغلظوا في الفاتوره تاعكم، بيسك نهار تتنحوا تاع بصح تتخلعوا. ما على باليش واش ما على باليش نديرو فيكم، ما على باليش انا مني نشنق نشنقوك قسما بالله خرجتو تشنقو تتعلقوا في البوطوات نورمال. يا حثالة الزبل حكومة الخمواج حكومة العار. خوتنا في بوسعادة في مسيلة خرجوا، اماكم قد رقدتوا رقدتوا خلاص هاي رقدتوا نصوا من راسوش ومن بعد رقدتوا. كاين خوانا راه كاين خوانا بارتو كاين خوانا الحرار وين هما؟ خلي يخرجوا الناس، خلي الناس يخرجوا اخرجوا بينوا واش يقولوا. ها ولا رقيتوا صاي بعتوا بعتوا الماتش ولا شنو بعتوا الماتش؟ لا اله الا الله محمد رسول الله. استغفر الله العلي العظيم لا حول ولا قوه الا بالله. ها يا سي ها درناك على الموضوع بالديتاي بالتفصيل الممل، وهنا نروحوا نتقيو. هذه هي هنا هضرنا لكم وسيدي بالتفصيل الممل. انا عمري ما شفت انسان في حياتي رايح يحل مشكل مع انسان، والله رايح عند انسان ضيف ويدي معاه كلب يدي معاه الكلاب. ما كانش ما كانش ولا واحد دارها هذه ولا واحد. روح شوف انت من نفسك رايح عند انسان تحل معاه مشاكل والله رايح. اللهم اذا كنت تستخف بهذاك الانسان يعني محتقره اصلا ماكش مدير له حساب، ماكش مدير له الحساب. تدي الكلاب تاعك تدي القطط تدي معك حمار تدي ادي برك دز الجزائر دارها باش يخمجوا فيها الكلاب تاعو جاي من ثم الكلاب تاعو طالق من يخمجوا. قال لك كنت تقول اردوغان مليحه، وقلنا لك اردوغان مليح لبلاده وقاعد يبني فيه بلاده، بلاده قاعد يبني فيها ويعمر فيها والشعب تاعو مرتاح. وراه هز سوريين هز من كل الجناس حتى الجزائريين راهم يروحوا يخدموا ثم. ها ديروا كيما هو ودوا كلابكم وسيدي عند الناس. ما كانش جايب لي واحد مرخص طحان بالطحان رخيص واطي هو نفسه شخصيته زبل، شخصيته ما عنده حتى شخصية. تفون هذاك حسبه بنادم بنادم قسما بالله لو يروح يقعد في أي قهوة غير يشوفوه الناس خلاص يطلقوا عذرينه، يشوفوا يحضر كلمات عارفينه تافه وسفيه تافه وسفيه. وش من رئيس هذا لك مدام حتموا علينا بالقوة تحتم فيه بالقوة على الشعب. الشعب يقول لك ديكاج هاك شفتها شوف اليوم شوف شوف الناس اللي خرجوا. شوف ارجي كي شحال من الناس خرج في قسنطينه في بارت وخرجوا الطلبه في كل مدن خرجوا الطلبه. روح هضر معاهم روح روح شوف تراش كنا قابلين هذا المهزله اللي راكم دايرينها عليه والله. لا تحبوا ترخصوا الناس بالسيف، تحبوا تذلوا ذلوا في الشعب الجزائري، حقد حقد وكره على الشعب الجزائري. هو الشعب يقول لكم ديكاج وانتم قاعدين هاك بالقوه حتى نهار يتفجر ان ينفجر يقطع دين بابك من الكلب. يدركم كيما قاسما بالله غير يدركم اكثر من القذافي. تتعدموا في الشوارع يا ولاد الكلاب. طيارات تاع ولادنا ولاو يطيحوا نورمال تاع جي سنه يطيحوا مازال ما بداش حتى الحرب مناورات يطيحوا طيارات. الله لا يتربحكم وسيدي. قال لك عطل في التقنية وعطل ما على باش فينا ناكل. هذا الفاتورات اللي راكم تنهبوا في الاموال تاع تاع البيجي تاع الجيش اللي راكم تنهبوا فيه. لي بياس كاين لي بياس اللي نورمالمون راهم قبل عامين اللي كانوا لازم يتبدلوا والو. اربطها بسنان برك اربطها بسيلان ديرها مسمار تقولها مع باش لوحه لصقها بشوين قوم. علاه ما كانش بيجي؟ بيجي راح داو ولاد الجنرالات هم يتبعوا في الفجار وفي الجرات وراهم سهر الليالي وخمرا ونساء والجيش ولادنا راهم يموتوا في الزنق. اش نقريح الله لا يرحمك الله لا يتربحك يا ولد الكلب يا ابو عز واسين. الله ينعلك الله ينعلك يا ولد الكلب. الله يلعنكم لعن ويسخطكم سخط. علي بن علي 88 ولا 80 87 سنه مازال في الجيش لابس هذيك وجاي يجري من مع البني. انت واش من جيش انت؟ انت واش من جيش؟ انت حال خريه تاعك تتقابض معاها تروح طواليت تتعفر معاها باش تخرجها، تتعفر معاها قسم بالله غير تتقابض معاها باش تخرجها. انت ما بقاتش توقف انت في الجيش 80 سنه كش ما بقات لك يا طحان بالطحان يا المرخص. مازلتوا تصحوا في وجوهكم وكان البلاد هذه ورثتوها من بويانكم. ماهيش بلاد باباكم كان بلاد الشعب. قال لكم ديكاج ديكاج مش بالقوه ومش بالسيف. صحاني تلو جهد الله يتربحكم يا حثالة الخماج. ما عمرتوا الجزائر غير ليواط ودعاره وخماج وفسق وفجور. بلاد الاحرار بلاد الرجال عمرتوها فسق وفجور.
بيكم بقنوات العار تاعكم على بالي الخماش تاعكم. استغفر الله العلي العظيم. هانا تقينا سيدي، هانا قاعدين نتقيوا الشعب، هانا نتقيوا، ها هانا قاعدين نتقيوا، ها من وصلونا نوليو مهبطين ريسانا. اللي يجي سخسيك علاش كيفاش ما على باليش كيفاش تجاوبوا، ما على باليش. البارح كانوا يهضروا معايا واحد اللي جا مرار قال لك كيفاش ما عرفتش واش نهضر معاهم انا، واش نقول لهم، واش راح نقول لهم انا، نقول لهم جاب الكلاب تاعو شي باش يقضوا حاجتهم عندنا، ولا كيف رئيس يجيب الكلاب تاعو ويجي، كيفاش هذه كيفاش؟ واش من السياسه تاع عماتكم هذه؟ واش من السياسه اللي ذليتونا ورخصتونا يا ولاد الكلاب، يا طحنا ولاد الطحنا؟ وما تجي تقول لي ماكش فاهم، الله انا على والديك الا كنتوما جايين تفهموا حاجه، تفهموا كل شيء بالمقلوب، باش تفهموا انتوما حاجه لازم الشعب كامل يرخص، الجزائر كامل ترخص في عيون الغرب، كل الناس يحتقروا فينا الان. رديتوا الجزائر هذيك الشيفونة الشرعية دي راح تدومودو فيها عند القبورة مع الجنازة تاع قايد صالح، دي الشرعية، أنا عطيك الشرعية، شرعية أمك وتفوز باباك الكلب يا طحان بطحان. تمنيت لو نحكم هذاك اللي هضرها، نقصلو لسانو وندخلو في المنطقة الحساسة، الله يلعن دين باباك الكلب يا طحان بطحان، الله يلعن والديك. من بعد رحتو تجيبو فيها ما على باليش من 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 من, من, من ما طليان، ارواح ارواح شهور شهور تحاولوا في وزير الخارجيه تاع طليان، راه قربتوا تحسوا اللي كل ساعه، وارواح ارواح برك باش ديرنا شرعيه، ما صلحت لكمش ارواح، وارواح نحلوا المشكل تاع ليبيا، ما علمش المشكل هذا اللي دركوا نفطنت باش كاين المشكل فيه، دركوا شفتوا بلي كاين مشكل في ليبيا، 7 سنين ولا 8 سنين هما يطاحنوا ما شفتوهمش، درك برك ارواح نروحوا لبرلين، ها نبهدلوك في برلين، الله يلعنك يا سيدي. واحد ما قال لك مثلنا على الربا، ما تحقوش دين بابك من خد، ولاك ما تحقوكمش الشعب يقول لكم ديغاج، ما تحقوش بابك من كذب، روحوا خطونا نتوما، لا روحوا ليه ديو الشرعيه، ما ديتوهاش ثم ارواح اردوغان عندنا، هاو جاكم بالكلاب تاعو، هاو قرب ينزلوا بول عليكم باش تفهموا يا المرخص. ومن بعد راح جايب لي نجاسه بعينه، نجاسه بعينه انجس واحد فوق الارض تاع الامارات، حثاله الزبل جايبوه يدخل الارض الشهداء وتستقبل فيه، تستقبلوا فيه وما على باليش وفرحانين، ها وجانا راح يدير لنا الشرعيه، واش من شرعيه تاع عماتكم؟ ولكن توما حكومة بدون شرعية، ما كاينش حتى أصلا حكومة، توما عصابة مافيا، مافيا سراقين نهابين خامجين معفنين مرخص طحنة، هيا فهموها، هاو الشعب يسب فيكم بكل اللغات، يسبوا فيكم بكل اللغات، هزوا خماشكم وديكاج، هزوا خماشكم وامشي، الله يلعن والديكم، خلوا الرجال يخدموا البلاد، ما تحقوكمش، الله لا يتربحكم. لا اله الا الله محمد رسول الله، لا حول ولا قوه الا بالله. بون خاوتي خواتاتي، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، سامحونا كون ما على باليش، ما كنتش حاب نهضر على الديتاي، والله ما كنت حاب نهضر على اللي جاب الكلاب وجاب الصحافه تاعو معاه وجاب السكيورتي تاعو معاه، وما كاينش ثقه في الجزائر، ما كان والو، هذيك الارض الامنه المطمئنه ردوها زبل، ردوها شيفونا، رديتونا ما على باليش حابين تزيدوا تردونا، ما كنتش حاب نهضر عليها الا واحد الاخوه لازم لازم ها نهضرنا عليها سيدي. هاي الله يجازيكم بالخير، وسامحونا اذا غلطنا في شي كلمه ولا شي ما على باليش شي خرج، الواحد كيطلع له الزبل يعود غير يزبل من فمه برك. لا اله الا الله محمد رسول الله، الله يبارك فيكم ما شاء الله، اليوم الثلاثاء كانت روعه، بصح شي يا ناس افهموا، الثلاث والجمعه قليل، الثلاث والله العظيم الثلاث والجمعه قليل، مع البطالين اللي ما كم قاعد يديروا في والو، واش قاعد يديروا اصلا؟ اخرجوا اخرجوا كل يوم، تفهموا مع بعضكم اللي جا، اخرجوا كل يوم بس بلادكم وانتم احرار فيها. لا اله الا الله محمد رسول الله، بارك الله فيكم، السلام عليكم.